السلام عليكم، مساء الورد أحبتي، أحلى مسا من أخوكم نعيم. موضوع مهم جدا وعايز أشارككم معلومة قيمة. هدول أنواع صابون هنشوفهم مع بعض وأقول لكم إيش الفرق بينهم وبين أنواع الصابون الثانية. هذا جماعة نوعين صابون، صابون نابلسي المصري بزيت الزيتون وزيت الغار، وهذا صابون بيجينا من فلسطين نابلس والحتت هذه. نفس الشيء ولكن في اختلاف، هقول لكم الاختلاف. ونصيحة، اللي عايز يستخدم صابون سواء للبشرة أو للشعر أو غسول للشاور وكده للبشرة، يعني للجسم بشكل عام، يستخدم هذه الأنواع وما نجيبش أنواع الصابون اللي هي التقليد اللي موجود في المحلات اللي كله كيمياء. هذول بدون أي كيميكال، صابون طبيعي، ونشوفه مع بعض. بصوا هنا يا جماعة، هذا صابون مصري بستة جنيهات، يعني حوالي ربع دولار او تل دولار تمن الوحدة، وهقول لكم السبب. وهذا صابون بيجي من فلسطين تمنه 35 جنيه 40، يعني حوالي 2 دولار. ايش الفرق قبل ما نشوفهم؟ هذا من زيت الزيتون، ولكن بعد عصر الزيت بيستخلص، بعد ما نعصر زيت الزيتون بيطلع البواقي المعصورة، بواقي الزيتون اللي هو العصارة بدون الزيت ومعها البذور. هذا اسمه جفت، الجفت هو اللي بيصنع منه في مصر، لكنه حلو، بيضاف إليه حاجات محسنات وزيت الغار بيبقى كويس لكنه رخيص جدا. اللي بيجي من فلسطين صابون الجمل غالي لأنه بيور فعلا من زيت الزيتون الأصلي. نشوف الاثنين مع بعض يا جماعة. هذا المصري بزيت الزيتون وكويس كويس، لكنه لا يقارن بالتاني صابون الجمل لأنه أغلى بكتير ومش من الجفت العصارة بتاعت الزيتون والبذور. لا، هذا بيكون بنستخدمه على طول أنا والأولاد. هذا بقى اللي هو الجالب اللي بيكون من زيت الزيتون الأصلي بيور، وعليه طبعا شوية حاجات زي جليسرين طبيعي ومحسنات أو زيت الغار برضو ممكن. طيب، هذا الفرق بينهم، وانصحكم طبعا الاثنين كويسين، اللي يلاقي اي حاجه سواء البيور او الثاني الاثنين كويسين فهم مش مشاكل. نيجي بقى نتكلم عن الفوائد. لما شفنا شكلهم وعرفناهم، بدون كيماويات يا جماعه، الاثنين قمه يعني النضاره والصحه. اولا فيش اي كيمياء في استخدامهم، ثانيا مفيدين جدا، بيحتوى على فيتامينات مهمه للشعر والبشره والجلد زي فيتامين A، فيتامين E، مضادات أكسدة، وفيهم شوية حاجات بتحارب أي مشاكل زي يعني نعومة البشرة، يعني الشعر، أي مشاكل في الشعر. فخلينا نتكلم واحدة واحدة. صابون زيت الزيتون بشكل عام مضاف إليه محسنات أو جليسرين طبيعي أو زيت الغار، إيش بيعمل؟ لو تكلمنا عن البشرة، بيمنع علامات التجاعيد، بيزيل أثار التجاعيد، تقدم العمر وعلامات الشيخوخة، الهالات السوداء، التبقع، يعني بيعمل على توحيد لون البشرة، بيضيع أي خطوط، بيضيع أي مشاكل زي الهالات السوداء، بيمنع حب الشباب، بيفتح المسام بتاعت البشرة بدون ما يشيل الزيوت الرئيسية اللي ربنا خالقها في البشرة، يعني بيعمل فقط على نظافة البشرة وبينعمها، بينعم البشرة، بيرطبها، بيمنع تكون الهالات السوداء. انتوا عارفين الزيت زيتون، واجروا عنه، أنا عامل فوائد ورق الزيتون وزيت الزيتون، عامل عنه في نعيم حجاب لايف في القناة كل الفوائد. لكن الصابونة للبشرة بتمنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة وتقدم العمر، بتشيل أي رينكلز، خطوط، بتشيل أي هالات سوداء، حبوب، بثور، بتفتح مسامات البشرة، وبالذات ممتاز جدا للبشرة الحساسة والجافة، مرطب للبشرة وبينعمها وبيخلي البشرة لونها واحد، بيزيل أي تبقعات وبيخليها ناعمة ونضرة ومية مية. هذا للبشرة. بالنسبة للجلد، لو عملناك للاستحمام والشاور مفيد جدا، اي في تبقعات، اكزيما، اي مشاكل في الجلد بيشيلها خالص، وبيعمل على ترطيب ونعومه البشره والجلد كله بتاع الجسم، جسمنا كله بشكل عام، وبيشد البشره وبينعمها وبيبيضها. انتوا عارفين زيت الزيتون وما فيهوش اي كيمياء، يعني هذه الميزه. الشعر بيجوا بصيلات الشعر، مضادات أكسدة وفيتامين A، فيتامين E، حاجات مهمة كلها للشعر برضو، بيكثف الشعر وبيطوله وبيخليه تجيله ناعم سايح يعني، وبيعمل على إنبات شعر جديد، بينظف فروة الرأس من القشرة، وبيعمل على ترطيب الفروة، وبيعمل على إزالة أي قشور، وبيخلي البشرة تبدأ تتفتح اللي هي فروة الرأس، ومسامها تفتح وممكن تبدأ البصيلات والإنباتات الجديدة، غير إنه بينعم الشعر وبيكثفه خالص. فشوفوا للشعر أو للبشرة
أو للجلد للثلاثة بدون أي كيماويات ممكن نخاف على صحتنا منها، ونقي جدا وبيور، غير أنه فيه جليسرين. الجليسرين برضو من الحاجات المرطبة اللي بتنعم وبتعمل على يعني نعومة البشرة، وطبعا برضو حلوة للشعر. فأنا نصيحتي بدل ما نروح نشتري صابون سواء للشعر أو للبشرة أو للجلد من الأنواع التقليدية اللي مليانة كيماويات، بنروح نجيب الصابون الطبيعي، سواء مثلا ممكن نقول الأصلي مش الأصلي والتجليد حسب البلد. من فلسطين هذا رائع جدا يا جماعة، صابون الجمل، ونابلسي شاهين مشهور جدا. احنا مش الأسماء، احنا بنتكلم بصفة عامة عن الصابون اللي بيكون صابون زيتوني ومضاف إليه ساعات زيت الغار والجليسرين، أي صابون من زيت الزيتون النقي اللي بدون أي كيماويات وعليه شوية محسنة والجليسرين. الصابونة هتفيدنا في كله، سواء للشاور والاستحمام، للجلد، للبادي كله، بادي كير، للجسم بشكل عام، مفيدة وما فيهاش كيمياء، زائد البشرة وأي مشاكل في البشرة من حب الشباب والدمامل، أكزيما في الجلد، الحاجات هذه، وتنعيم ورطوبة وإزالة علامات شيخوخة وشد للجلد وتبييض وتوحيد لون بشرة. زائد الشعر هنجول بصيلات ونعمل على تكسيف ونغسل بيه، فكده الصابونة الواحدة هنستخدمها للشعر وللبشرة وللجلد، ونقية ومن زيت الزيتون وأصلية. أحلى مسا من أخوكم نعيم. هذا شكل الصابونة جماعة، بصوا أهو، نشوفه هنا مع بعض، نجرب عشان نبقى عارفين شكله، وبنلاقيه في المحلات بأي نوع، صابون نابلسي كويس، الجمل كويس، أي صابون زيتوني نجيبه ونبعد عن الأنواع اللي مليانة كيمياء. نصيحة والله من أخوكم نعيم، وبيستخدم لكل حاجة مش للبشرة فقط، للوش وللجسم وللشعر، فهذه ميزة، صابونة ونقية وفيهاش أي مشاكل. يا رب نكون استفدنا معلومة حلوة، أتمنى تدخلوها في حياتكم وتمنعوا الكيماويات خالص، ويبقى كل استخداماتنا يعني حتى معادين الأسنان في غالي جدا، وساعات والله بجيب الرخيص لكني عشان عارف إنه مثلا مصنوع من السواك بجيبه بيكون أفضل، وفي بيكون مصنوع من القرنفل بمواد طبيعية، فبرضه نفس النظام، ندور على الحاجة اللي هي طبيعية وبدون كيماويات أفضل إلنا بكتير. وصابونة هتستخدم بادي كير كامل لكل حاجة، البشرة والشعر والجسم. أحلى مسا من أخوكم نعيم، ورب نكون استفدنا معلومة حلوة، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية، وأحلى مسا، والسلام، ختام.